زيارة الباحث البروفيسور بابا مالاي إلى قناة منارة للإذاعة والتلفزيون تعتبر إشادة وتأكيد بالدور والعمل الذي تقوم به القناة في توعية المجتمع وتثقيفه من خلال برامج هادفة تصبو إلى ترقية المجتمع وتطويره. وخلال هذه الزيارة التقى البروفيسور بالمدير التنفيذي لمجموعة منارة للإذاعة والتلفزيون إبراهيم محمد إبراهيمي، والذي بدوره قاد مالاي لزيارة قسم التحرير، حيث التقى عندها بالصحفيين وحفزهم بالمواصلة على العمل. وكباحث في الآثار تطرق بصورة مقتضبة في الحديث حول توماي، وذلك بمناسبة اقتراب ذكرى اكتشافه، وتحدث عن أصل توماي وسبب تسميته وما تزغر به بلادنا من أماكن أثرية، منوها إن العمل لإبراز خيرات هذا الوطن بهجة إلى التعاون مع الإعلام، معربا عن انطباعه بهذه الزيارة. جيت لمنارة تيلي أول مرة سميتها، جيت شفتها، لقيت جورناليست قديم، جورناليست مام أول خدمنا في خدمة أجينا لقانا صوفي في ريشيرش، وهسا جينا عشان ننكوراجي للجورناليست دول ونشوفوا كيف قدامنا خدموا مام عشان الناس يعرفوا دارنا بشغل على الأنينة سوينا، كان توماي كان آخرين باتريمون مونديال وكله في ريشيرش سوينا موصبو عشان الناس يعرفوا دارنا. كما أتاحت هذه الزيارة للباحث بالتعرف على مختلف أقسام المؤسسة عن كثب.